آسر. لا لو هنعنون يعني ممكن اقول كولر يلاقي ضالته، يعني اخيرا لقى يا الحاجه اللي هو سيدي كان مستني، القطعه تاني اللي تاني كانت ناقصه تاني تاني. كولر، ايوه يعني اخيرا يجد ضالته يجد في ضالته. المهاجم. ماشي ماشي. الحقيقه يعني يمكن تكمله للكلام لو بتاع استاذ سامح، انه حاجات كتير امبارح المكسب، عشان كده انتوا عاملين الفقره بعنوان كهربا، هو يستاهل ده، لانه صعب جدا تكون مش عارف مصيرك كلاعب، يعني ممكن تكون ما بين التعاقد مع فريق تاني او مستني فتره اللي يسمح فيها ليك انك مظبوط تشارك او كده، لكن لما تبقى الموضوع مش واضح خالص، رغم طبعا تطمينات مجلس اداره ليه وكده، لكن حاجه تركز وتبقى شغلك الشاغل انه كل يوم اظهر في التمرينه. وكمان لازم ندي كولر حقه في انه العين عادله جدا، المعيار فني، هو لما شافه شاف كهربا اللاعب، ما شافش كهربا بره الملعب، ولا سأل كانت ايه حواراته اللي قبل كده، ولا ايه المشكله القانونيه اللي عنده، ليه اصلا في مشكله قانونيه وهو ممكن يتعرض للتوقف، شافه في الملعب واعجب جدا بامكانياته وراهن انه طب قولوا لي هيسمح لي يشارك امتى، واقتنع بيه فنيا كلاعب مفيد بالنسبه له. بالتالي الـ احنا ليه بن بن يعني بنشيد بالموضوع؟ مش بس عشان كده، عشان التزام اللي كان بيتكلم عليه سامح في الملعب والتدريب الجامد، دايما ممكن ترد في الملعب، ظهر جدا انت لما تلعب اخر مباراه رسميه في مايو 22 مع هتاي سبور اللي كان طالع ليه اعاره يا هند واميره، وما كانش اساسي في الماتش ده، والمفارقه ما كانش اساسي، المفارقه ان انت نفس القصه اخر مره لاعب شارك في مباراه كره قدم رسميه صنع هدفين ومسجل هدف، المفارقه ان ده حصل في اول مشاركه ليك، فما تقعد 8 شهور يا هند وترجع يا اميره اول مباراه ليك تسجل، معناه ان انا واقف على رجلي بدني، بالظبط واقف على رجلي فني، ان انا بشتغل في التمرين جمل تكتيكيه كتيره مع المدير الفني بتاعي. الفرحه بتاعت كولر في الهدف اللي سجله كهربا فرحه بالفينش، هو كان مستني الحته دي، القطعه المفقوده في اللي ناقصه في النادي، لان انا بوصلكم لجون كتير جدا، انا كمدير فني بعمل شغلي ان انا بقدر اوصل الفرقه هجوميا، لكن ما عنديش اللعيب اللي يخلص او اللي يعمل فينش او اللمسه الاخيره، قلبي بيفتقد اللمسه الاخيره في منطقه ال 18. فبالتالي الهدوء بتاع كهربا في انه عمل الكوره من فوق الجون تشيب كده بسيط من فوق الجون، هدف بهدوء جامد في اول مباراه يرجع ليها، اعتقد انه مكاسب كبيره جدا. واول هدف للاهلي من اكتوبر 21 كان اعتقد من لاعب بطل النايجر، وكان كهربا سجل هدف في المباراه دي، فبالتالي مكاسب كتيره جدا، يستحق الدعم ده، لانه فعلا يعني اصبر اتعب اسعى هتلاقي حقيقه من 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 مستقبل غير واضح تماما، كلام زي ما كان بتتكلموا في الفقره اللي فاتت انه هيبطل الغرامه كبيره مش هيلعب كره تاني، الى انك تلعب وتوصل فريقك لنهائي الكاس. حاجه سريعه برضه عايزين نفكر الجمهور عنده اميره ان احنا لا لسه ده موسم استعاده البطولات، احنا لو عملنا تشيك كده بالقلم اول حاجه خالص حققنا كاس السوبر المؤجل السنه اللي فاتت، دي اول بطوله بننافس على سته تانيين، احنا دلوقتي في نهائي كاس مصر النسخه الماضيه اللي هي 2021، لسه عندك دوري ابطال افريقيا، عندك كاس العالم للانديه، عندك الدوري المصري، عندك كاس الرابطه، كل يعني واحده وده الحقيقه يعني 1 اوت اوف 7، احنا خدنا بطوله من 7، لسه فاضل 6 بطولات نتمنى الاهلي يعني يحققهم كلهم ان شاء الله.